يكون في القاهرة، تتفق ولا تختلف مع وجهتي النظر كابتن صديق؟ بالنسبة للتقرير أنا شايف الأغلبية يعني إيه مع حتة التأجيل. أنا مع التأجيل لأن إحنا عندنا ظروف خاصة. لو حصل تأجيل هيبقى برضو عندنا شانس كويس حظ يعني. بالنسبة للسولية وحسين الشحات كهربا، ما تقول لي كهربا ممكن يرجع قبل الماتش، لا انت لما يكون واحد بعيد عن المباريات بقاله فتره ويجي يلعب مثلا 3 4 مباريات 5 مباريات دول بتجهزه كويس جدا بدنيا ويخش في المود بتاع المباريات وتبقى عاليه. برضه السوليه يكون رجع بقوه لان طبعا بيبقى طالع من اصابه، لازم بعد الاصابه على الاقل يبقى في نسبه ايه مشاركه قبل المباراه دي. مباراه الوداد مباراه مهمه جدا جدا ومباراه مصيريه. ما انا ممكن اقول لحضرتك لا قدر الله ممكن انه تاجيل المباراه يخلي قائمة المصابين يحصل مثلا أثناء ماتشات الدوري إصابات للعيبة تانية، وده يأثر على برضو جاهزية الفريق. ليها كده وليها كده. ما هي بس إن شاء الله بإذن الله ما بيكونش في إصابات تانية عندنا. بس أنا بقول إيه، بنتكلم على الأرض الواقع اللي قدامنا دلوقتي. لما السولية بإذن الله يخش بعد الإصابة يبقى فورمة كويسة، وحسين برضو هما دلوقتي في فترة تأهيل. لما يخشوا على مباراة الدوري ويلعبوا أكتر من مباراتين 3 4 هتلاقي بقى في فورمه كويسه ويبقى في جهوزيه للمباراه الوداد. حته الاصابات دي طبعا بتاعت ربنا. ان شاء الله ما حدش يتصاب. المباراه بيلعبوها لو انت تيجي تحسم اللقب الدوري هيبقى عندك افانتاج كويس وعندك ان انت تشارك الناس اللي ما بتشاركش. والتيم اللي هو هيلعب في افريقيا ممكن عندك اكتر من عنصر بيلعبوا في الدوري ماشيين كويس جدا جدا فيك تريحهم. لما تريحه وهو مجهد من المباريات بيبقى كامل جهوزيته موجوده. يبقى ده مرتاح، انت اللي مريحه هتلاقيه في البطوله. بمناسبه كلامنا عن بطوله ابطال الدوري، انت خدت البطوله الافرو اسيويه. بطل افريقيا بيلعب بطل اسيا، انتوا لعبتوا مين او خدتوا البطوله دي على حساب مين؟ افريكاوا باين او فريق ياباني. ياباني. طيب قول لي اجواء بطوله او نهائي بطوله كبيره زي الافرو اسيويه، ايه اكتر نصيحه اتوجهت لكم؟ ايه الحاله اللي كانت عليها فرقه النادي الاهلي في التوقيت ده؟ لا دي كانت مختلفه عن دي. لان دي عندك قبل النهائي وكان وعندك ذهاب واياب. وعندك النهائي باذن الله، باذن الله احنا نتفوق ويكون النهائي باذن الله في مصر باذن الله. ان شاء الله. تانية كانت مباراه واحده. مباراه واحده الاستعداد دلوقتي غير الاول، مباراه اللي يكسب ياخد البطوله. دي فيها اول حاجه هتلاعب فريق منافس وقوي، فريق الوداد فريق قوي انت عارف شمال افريقيا. وعندهم خبرات كبيره في البطولات الافريقيه وعندهم عناصر مميزه، وهتلاقي المباراه حتى قبل ما تبدا فيها شد وفيها جذب فيها اهتمام اعلامي وفيها في زي ما بتقول ايه بتبقى صعبه على الطرفين. فالاهتمام هنا. ايه النصيحه اللي انت توجهها النصيحه لاعيبه النادي الاهلي؟ بالنسبه للنادي الاهلي اول حاجه نخلص من الدوري باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله، باذن الله ما يكونش فيه اصابات ونخش على المباراه اكثر جهوزيه. الوداد بيلعب كوره كويسه وفريق اللي باع كبير في البطولات الافريقيه، احنا برضو عندنا فرقه محترمه والنادي الاهلي اي حد بيجي يلعبه بيعمل الف حساب طبعا. هم مستعدين استعداد جيد جدا، والمدرب عندنا مدرب محترم ومدرب فكره عالي جدا جدا وعنده استراتيجيه في المباريات الكبيره بيعرف يتعامل معاها ازاي. فالتركيز من 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 ماتشات الدوري دي ان المباراه دي مباراه مهمه ومصيريه، فتركيزهم ان لازم البطوله اللي هي غايبه عن النادي الاهلي البطوله الغاليه جدا ترجع ان شاء الله، ان هي بقى لها فتره نجمه التاسعه زي ما بنقول باذن الله. ان شاء الله البطوله بعيد عننا بقى لنا فتره كبيره. فاحنا عايزين نحقق اللقب اللي جماهير النادي الاهلي مستنياه ويضاف للبطولات بتاعت النادي الاهلي. الاهلي قدها وقدوده يا كابتن صديق ان شاء الله، وده نتمناه ان شاء الله باذن الله نتخطى مواجهه الوداد ذهابا وايابا، ويبقى لينا كلام ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بدون مقاطعه عن النهائي الافريقي. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في السادسه على شاشه الاهلي، وبشكر كمان كل جمهور السادسه اللي تابع حلقه النهارده. نقابل حضراتكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده. تحياتي لحضراتكم. ماشي.